للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك سيد رامي، أبرز ما دار مع عمال حقل تيم في دير الزور. نعم طبعا، تحية لك. دعني أقول بأن هذا الهجوم هو الثاني خلال العام، يعني منذ عام كان هناك هجوم آخر على عمال حقل النفط أيضا في دير الزور، لكن الهجوم هذا كان أكثر دموية، استشهد فيه ما لا يقل عن 12 عاملا ومهندسا من عمال حقل التيم النفطي، الذي هو من ضمن الحقول القليلة، حقول النفط القليلة الخاضعة على سيطرة النظام في هجوم لتنظيم داعش على الحافلات التي كانت تقلهم قرب الحقل. أولا كان هناك انفجار عبوة ناسفة، بعد ذلك كان هناك إطلاق رصاص على الحافلات. هذا الهجوم حقيقة الأمر هو ضمن، يعد الهجوم 13 لتنظيم داعش منذ بداية هذا الشهر في مناطق سيطرة النظام، الذي أدى لمقتل ما لا يقل عن 55 شخصا خلال هذا الشهر فقط في هجمات للتنظيم. بالنسبة لهجوم الحقل هذا، أعتقد هو ضمن هجمات التنظيم التي تريد أن تشل النظام في هذه المنطقة. لكن ليس هناك تبني رسمي من قبل التنظيم الدولة الإسلامية. دعني أشير هنا فقط للتصريحات، تصريحات وزير النفط السوري التابع للنظام حين أعلن عن الحادثة، قال أشار إلى جماعات تتبع القوات الأمريكية وما إلى ذلك، وقال أنها تريد أن تقطع النفط عن الشعب السوري. ما الذي يؤكد أن هذا الهجوم يحمل بصمات التنظيم؟ لا، هناك المنطقة، يعني ذات المنطقة قبل أيام كان هناك هجوم بسيارات رباعية الدفع من قبل التنظيم على قوات الدفاع الوطني، وقتل 6 لم يتحدث عنهم النظام، وأيضا الذين قتلوا بأعداد كبيرة في هجمات تنظيم داعش لم يتحدث عنهم النظام. لذلك أقول بأن ما علاقة أمريكا بهذا الهجوم؟ على العكس من ذلك، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 25 هجوم لتنظيم داعش هذا الشهر لوحده، آخرها كان قبل قليل على أحد المنازل في بلد الجيبان في الضفة الشرقية لنهر الفرات، أي أن تنظيم داعش هو صاعد من هجماته على ضفتي الفرات، ولكن الأكثر دموية كانت في مناطق سيطرة النظام. قبل أيام كان هناك هجوم في الرقاء أدى لمقتل 6 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي الأسايش. كيف للقوات الأمريكية أن تقوم بإرسال هؤلاء الإرهابيين لقتل مدنيين سوريين في تلك المنطقة؟ هذه ضمن الحرب الإعلامية ما بين النظام وما بين القوات الأمريكية. ما الذي يجعل النظام يتستر على بعض الهجمات للتنظيم في مناطق سيطرته؟ معنويا لا يريد أن يضرب يعني معنويات جمهوره ومعنويات عناصره الذين يتعرضون للهجمات من قبل التنظيم. قبل أشهر عندما كان هناك هجوم كبير لتنظيم داعش في ريف دمشق أدى لمقتل 23 عنصرا من الفرقة الرابعة، بعد ذلك بأيام قالوا بأنهم ألقوا القبض أو قتلوا الذين نفذ الهجوم من عناصر داعش في درعا. شكرا جزيلا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.